طيب بمناسبة الصفقات بقى، في صفقات كده بتحصل، في لعيب في اليد في الزمالك طار راح، لا كان في قبلها في اليد، في لعيب في اليد قبلها راح من الزمالك للأهلي، في طيب النادي الأهلي تعاقد مع اللاعب محمد محسن، محمد محسن ده في صفقة انتقال حر، محمد محسن ده كان هو سبب فوز نادي الزمالك بالكاس، آخر نقطة جابها او اخر تسديده او اخر ضربه كانت لمحمد محسن لاعب نادي الزمالك اللي انتقل بسرعه الصاروخ، يا دوب الكاس حقش الراجل يفرح مع ناديه، راح للفريق المنافس. تمام، مبروك يا محمد. كابتن مهير، السلام عليكم. ازيك يا ابو حميد، عامل ايه يا حبيبي، اخبارك ايه؟ لا ازي حضرتك، الاخبار الحمد لله تمام والله. ما لحقتش تفرح بالكاس مع جماهير نادي الزمالك، تروح للنادي الاهلي يا راجل. حبيبي يا كابتن مهيب مبروك والله. طبعا يا حبيبي، طبعا انت رحت نادي كبير جدا جدا جدا، ودي حبيبي صفقة انتقال حر، والف مبروك طبعا الكاس، والف مبروك انتقالك للنادي الاهلي. يا كابتن مهيب والله، الله والله يخليك. بعرف حضرتك. وطبعا انا طبعا انا يعني في الاول يعني اللي اتعلمت في نادي الزمالك ان انا بشكر نادي الزمالك طبعا على الفتره اللي قضيتها في نادي الزمالك، نادي كبير. النادي ما وصلش معاه باي حاجه، وانا استحملت النادي لحد الاخر، ولكن هي سنة الحياة وهي دي الرياضة، والرياضة احتراف. يعني الانتماء أنا بالنسبة لي أنا كمحمد هو الانتماء لربنا سبحانه وتعالى فقط ما لا شاء غير، الله مفيش حاجة اسمها انتماء بقى لنادي فلان أو نادي فلان، ده هو مستقبلي وده قرار، وكل بني آدم أو كل لعيب أضرب حياته وأضرب مستقبله، بيختار طبعا الصح لحياته طبعا، ولأسرته. محدش يعلم ظروفك إلا أنت. طبعا طبعا، لكن وانا الحمد لله ما قصرتش في الاخر، فضلت في نادي الزمالك للاخر، حتى اخر ماتش كنت انا ماضي في النادي الاهلي، كنت بلعب اخر ماتش الحمد لله، كنت بلعب يعني انا اسف اللفظ، كنت بلعب بجل او كنت بلعب كده نفسي اكسب. الحمد لله عملت احسن ماتشات حياتي استنى استنى والحمد لله. استنى 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 استنى، اتفضل. انت كنت ماضي مع الاهلي قبل مباراة النهائي كاس، كنت ماضي، كنت ماضي قبلها بثلاث شهور او شهرين كده. وكنت بتلعب بغل. كنت عايز اكسب طبعا، ما هو ده انا ما عملتش كده، ما يعني لو انا ما عملتش كده وما انا كده يعني محترمي مش هبقى ابن اصول يعني، انت انا راجل، كده مش انت راجل محترم. حبيبي والله يا كابتن مهيب، والله انت راجل محترم حبيبي والله يا متربي. كابتن مهيب، حبيبي والله، والله دي دي ده يعني حصاد والدك ووالدتك. حبيبي والله. لا الموضوع مش كده والله، الموضوع ان انا لا لا يعني يعني انا انت واضح وصريح، انا كنت ماضي من قبل المباراه بثلاث شهور، وفي الماتش كنت بغل وبلعب، والدليل على كده انت مش بتقول اي كلام، الدليل على كده ان من اسباب فوز نادي الزمالك بالكاس هو انت. الحمد لله والله. لا يعني الحمد لله كنت سبب من الاسباب طبعا مع زمايلي، ولكن الحمد لله الواحد يعني الحمد لله ده كرم وتفضيل عند ربنا سبحانه وتعالى، ورد على يعني الماتش اللي انا عملته ده واداء ده يعني كانت رد على ناس كتير جدا يعني شككت فيا في النادي، سواء كان من بعض الناس في الجهاز او بعض الناس او بعض من الجماهير. الحمد لله ربنا كرمني ونصفني في الاخر، وعملت ماتش كبير جدا الحمد لله، يليق يعني يليق باسمي او بسمعتي او يليق باسم النادي بلعب فيه. الحمد لله يعني الحمد لله انا كنت في الحمد لله كنت في الاخر راجل مع نادي الزمالك الحمد لله. طيب